السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد في تغطياتنا المستمرة من الأيام الفضائية لآخر التداعيات على محور المقاومة والانتصارات المستمرة. كمل بعد الفاصل. لا يجوز أن نيأس، اليأس هو خلق الضعفاء، هو خلق الفاشلين، هو خلق عديمي الإرادة وفاقدي العزم. أما أنتم، أما نحن، أما الذين وقفنا في وجه العواصف العاتية وصمتنا وبقينا وانتصرنا، لا يمكن أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى قلوبنا. أهلا بكم من جديد. سنحاور القضية الفلسطينية اللبنانية بالتفصيل مع من بغداد عباس الزيدي، قيادي في كتائب سيد الشهداء. أهلا بك أستاذ عباس، وعبر سكايب عميد بهاء حلال، خبير عسكري من بيروت. أبدأ معك أستاذ عباس الزيدي، من حيث انتهت المقاومة اليمنية قبل قليل وأعلنت أنصار الله بتنفيذ 3 عمليات، وأنها أكيد في حصار بحري على العدوان الكيان الصهيوني. رأيكم بآخر أخبار المقاومة اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الشهداء والصديقين، بسم الله قاسم الجبارين. تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة بيان الأخ سريع يأتي استكمالا للمرحلة الثانية التي أطبق الحصار فيها على الكيان الصهيوني، وغلق باب المندب، وعدم السماح بمرور أي ناقلة نفط أو أي ناقلة بضائع إلى ميناء أم الرشراش بين مزدوجين ميناء إيلات الصهيوني. وبذلك نفذ أنصار الله وعدهم، بالإضافة إلى ما لهم من دور في تقديم المساندة في عملية طوفان الأقصى، ليمتد ذلك أيضا في دعم الأخوة في لبنان. نعم نعم. أنتقل إلى العميد بهاء حلال، خبير عسكري من بيروت. تداعيات هذا الحصار البحري على الكيان الصهيوني من قبل اليمن المقاومة برأيك؟ تحياتي لكم ولضيفك الكريم، والرحمة للشهداء، والرحمة لسماحة الأمين العام السيد حسن السلطان الذي صنع التاريخ في حياته، وأنا أتأكد أن باستشهاده سيصنع من التاريخ أياما أجمل إن شاء الله. اليمن العزيز يثبت يوما بعد يوم أنه قد استطاع أن يحول هذه التهديدات كلها إلى فرصة تاريخية، إلى فرصة حقق معها قيمته وقدرته وموقعه الإقليمي، حيث أننا لا نستطيع أن نقول اليوم أن اليمن هو دولة عادية، أصبح دولة إقليمية لكونه يستطيع أن يتحكم في هكذا، في هذه الجغرافيا السياسية أو في هذا الجيوبوليتيك للمنطقة، عبر باب المندب والبحر الأحمر، عبر كل المراحل التي قام بها بضرب كل هذه السفن والحاملات الطائرات وكل هذا ما يعني كل المبادئ الستة التي نظمها الجنرال ألفريد مهام الذي أبو القوى البحرية في العالم، والذي كان يقول أن كل دولة لا تملك قوة بحرية هي ليست دولة قادرة أن تكون دولة إقليمية أو دولة عندها قدرة دولية. ما فعله اليمن بهذا الحصار هو طبيعي في المبدأ، هو بهدفه الأول إسنادا
لتقليل غزة للمظلومين من الفلسطينيين ودعما لغزة في هذه الإبادة التي يمارسها نتنياهو على هذه على غزة وعلى فلسطين. وبالتالي دخلت الجبهة اللبنانية بعد كل هذا الغي والظلم والعدوان الذي يقوم به العدوان الإسرائيلي انطلاقا من التصعيد والاغتيالات والعمل المنسق مع الأمريكيين في تهجير وضرب وفرض شروط ومحاولة فرض شروط على هذه على هذا المحور. أعتقد أيضا ما يقوم به اليمن هو يدعم الجبهة اللبنانية أيضا، وبالتالي هو يأتي تنسيقا مع الإخوة العراقيين ومع الإيرانيين ومع ما تقوم به المقاومة الإسلامية في لبنان الذي انتفضت من جديد وأعادت صياغة قدرتها وبدأت منذ البارحة بكلمة ونداء لبيك يا رسول الله. أحسن. تقوم بما يجب تقوم به. وهنا نرى أن العدو الإسرائيلي سيحسب ألف حساب عن هذا الموضوع. نعم سأعود لك عميد بها. نعم أنتقل إلى أستاذ عباس. العمليات التي كانت برية حسب ادعاء الكيان الصهيوني، لكم وجهة نظر حول هذا الموضوع، تفضل. يعني لا شك أنه حاول العدو بعد أن وجه ضربات إلى ضربات موحشة، ضربات توحش وقتل وإبادة، أسوة بما يعني ارتكبه من جرائم في غزة وعلى أهلنا في فلسطين، حاول أن يكرر السيناريو في على بيروت وعلى الضاحية وعلى جنوب لبنان وعلى عموم اللبنانيين بصراحة. وبعد أن رمم يعني بعد العملية الجبانة والغادرة التي استشهد فيها سيد العرب الشهيد سيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، حاول العدو أن يستثمر هذه ما حقق السرعة الترميم الذي قام به حزب الله. حزب الله مؤسسة، لو وجهت مثل هذه الضربات إلى دولة أو جيش لانهار من ساعته أو بلحظته، لكن باعتبار أنه طيلة الصراع مع الكيان الصهيوني ولأكثر من نصف قرن يعني وبمعارك والتحام كبير، أثبت حزب الله ومن خلال التدريب والجهوزية والخبرة والتجربة أنه مؤسسة يعني حقيقية. فلذلك حاول أن يستثمر العدو ذلك ما حققه من ضربات وأصابات في تحقيق قفزة برية. اليوم العدو خائف جدا ولديه جيش منكسر ومهزوم، فهو يحاول أن يستثمر الفرصة، لذلك هو أطلق أكثر من تصريح. يعني تصميم من الجانبين العسكري، المؤسستين العسكرية والسياسية على التقدم نحو الحدود اللبنانية، ضخم ذلك من باب الحرب النفسية ما أطلقه البنتاغون وما أطلقته بريطانيا من مخاوف من توسع عملية الغزو إلى بيروت. رباطة الجيش والثقة بالنفس والتوكل على الله والإخلاص لدى الإخوان في حزب الله حالت دون ذلك، لذلك تراجع العدو وقال يعني صرح على لسان جيشه الناطق باسم جيشه بأنه سوف يكون التقدم محدودا، علما لم يحصل التحام أو أي اشتباك نهائيا كما جاء على لسان الناطق الإعلامي ومدير العلاقات الناطق الإعلام ومدير العلاقات لحزب الله، وأيضا على لسان الجيش أو المؤسسة العسكرية الصهيونية أنه لم يكن هنالك تقدم بريا. ما عرض الآن يعني قبل قليل عبر محطات التلفزة والفضائيات هو أكذوبة أراد من خلالها التالي: أن يرفع من معنويات جيشه المنهار، مجتمعه أو شعبه، وليس لديه الشعب، هو مجتمع لم يشكل شعبا على أرضنا المحتلة يوما ما. مجموعة المستوطنين أراد أن يرفع من معنوياتهم، خصوصا أن عملية الترميم التي قام بها حزب الله وسرعة الرد التي طالت ونالت من العدو، يعني بالأمس رأينا عملية مصورة بالصواريخ، اليوم صباحا رأينا عملية
باستهداف أحد أجهزة الرصد والاستخبارات الإلكترونية الحرارية كانت أو مصورة عبر الكاميرات بواسطة طائرة مسيرة تحمل كاميرا. أيضا ما لاحظناه اليوم ظهيرة اليوم هذه أول الفيديوهات التي كانت من قبل حزب الله. نعم. رأيك بهذه الفيديوهات اللي كانت اليوم صباحا وعرضت؟ نعم نعم نعم. وأيضا ما شهده ظهيرة اليوم من إطلاق 10 صواريخ باليستية، بمعنى أنه حزب الله رمم نفسه واستعاد زمام المبادرة وبدأ ينظم عملياته وفق المعطيات وفق الخطط التي وضعت مسبقا. هنا عرض الفيلم أولا لرفع المعنويات. نعم. ثانيا هو من خلال بيان الناطق أو بالتوجيه لنتنياهو للنتين أو الناطق باسم الجيش، أرسل رسالة أنه وجه اليهود والمستوطنين الصهاينة إلى عدم التجمع، وألغى بموجبه الاحتفالات بذكرى السنة ما يسمى بالسنة العبرية وغيرها. إذن اشتد وطيس المعركة، صواريخ حزب الله بدأت تتوالى. نعم. أبناء محور المقاومة ضاعفوا من عملية الإسناد والمساندة. نعم. بدورها الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا لابد أن نتعرض عن مدى مستويات التدخل الأمريكي. نعم. فصلت بما هو يكفي لهذا الموضوع. نعم. لكن خلينا ننتقل عسكريا مع الخبير من بيروت عماد بهاء حلال. كيف يعني هذه الأخبار مثل ما تكلم أستاذ عباس كانت كذوبة كبيرة من قبل الكيان، ما هو رأيكم؟ إذا أنا سمعت جيدا كون الصوت قد انقطع، تسألين عن العمليات البرية التي يهدد بها العدو الإسرائيلي. صحيح صحيح، دا أسأل عن هذا الموضوع وكيف كان هذا الموضوع، هل فعلا كانت هناك عمليات، هل توغل أم تراجع؟ أنتم قراءتكم كخبير عسكري. أنا سأتكلم أيضا عن وقائع كوني مطلع. نعم. على الوقائع اعتبارا من البارحة. أولا سأنطلق من تأييد ما قاله أخي العزيز ضيفكم الكريم. نعم. وأنا موافق على كل كلمة قالها كونها تصيب في مكانها، وأنطلق. نعم. مما قاله مدير رئيس العلاقات الإعلامية في المقاومة حيث قال أنه لم يحدث أي التحام ما بين المقاومة وما بين العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وهذا يعني أن كل ما أسلفته مواقع الاتصال التواصل الاجتماعي وكل المصادر التي تكلمت عن رويترز والمصادر الأمريكية وعن وزارة الدفاع الأمريكية وما قاله بايدن وما قاله مكتب نتنياهو، كل هذه الأخبار كانت أخبارا في طور الحرب النفسية، وبالتالي في عملية تحرك وهمي في خلف خطوط الجبهة الأساسية على الحد الأمامي للجبهة الأمامية، وذلك أعتقد بالمعنى العسكري كان يعتقد العدو أنه يستطيع أن يحقق تماسا ما ليس عبر النار لكن عبر التماس الوهمي بشن الحرب النفسية من أجل كشف مواقع المقاومة، وبالتالي قام ببعض التحركات من انطلاقا من مستعمرة مسكف عام باتجاه العديسي، لكن التحركات لم تكن باتجاه الطولي لكن كانت باتجاه عرضي أو بشكل مناورة من أجل أن يقوم بكشف المواقع التي ستقوم بالقتال والالتحام معه في حال صار الالتحام. إن الجبهة اللبنانية أساساً. نعم. هنا لنقول أن المقاومة قامت بقصف مركز لمستعمرة مسكف عام للبساتين التي هي في مقابل العديسي، وقد أوقعت إصابات في العدو الإسرائيلي بالغة وكثيرة، حيث أن الطوافات العسكرية لم تهدأ طوال الليل من أخذ الجرحى والقتل. لكن لنقول موضوع معين، هناك جبهة تمتد من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة إلى الناطورة،
هناك ثلاثة محاور رئيسية كمحاور إلزامية إذا أراد العدو الإسرائيلي أن يتوغل بالرية. كل الخطط الدفاعية المحضرة في هذه الجبهة هي جاهزة على هذه المحاور، والمقاومة تستعد من أجل هذا الالتحام، لأن هذا الالتحام وبالتالي عملية الترميم وعملية الاستنهاض التي قامت بها المقاومة برهنت أن منظومة القيادة والسيطرة متماسكة وبالتالي جاهزة من أجل المعركة البارحة. نعم، سأعود إليك عميد بهاء. أستاذ عباس، عضو كتلة الوفاء للمقاومة لمصادر وهو رائد برو، يقول بنك الأهداف المتوفر حاليا للعدو لا يؤثر على مسار المعركة ونحن على أعلى جاهزية في الميدان، ما يقصد بأنه بنك أهداف العدو؟ ما هي أهداف العدو حاليا اتجاه لبنان؟ أنا أجيب، بس عندي تعليق على الأخ الضيف وهم حتى نتسع بهذا المجال، وهو الآن هو موضع الاهتمام هذا المجال. من الرأس الناقورة إلى مزارع شبعة إلى كفر شوبة، أنا منطقة يعني مستطلعها أكثر من مرة، شايفة من خلال رحلاتي طبيعة الأخوة، يعني نترجاهم وإحنا نشوف ما سطروا من ملاحم على واقع الأرض، يعني فمستطلعها. وربما يفكر العدو في هذه الفترة بإبداء مناورة في محور تشغيلي ويباغث من محور آخر في بعض الأماكن، يعني خصوصا في مزارع شبعة أو ما يسمى بقرية الغجر اللي هي بالأرض الفلسطينية المحتلة، يعني صعبة أنه استخدام الدبابات والآليات. اليوم المعلومات تشير إلى أنه العدو جهز قوة بواقع 6 فرق زائد لواء، هذه المسافة الممتدة من رأس الناقورة صعودا يعني بواقع 172 إلى 182 كيلومتر تعجز 6 فرق أن تغطيها. النقطة الأخرى، طبيعة الديناميكية القتال أو التكتيك اللي تستخدمه المقاومة اللبنانية تكتيك عالي جدا، طوعوا من خلاله الجغرافيا والتضاريس بما يتلائم مع التكتيك المستخدم. إذن الجغرافيا والخبرة والقوة والقدرة والجهوزية كلها ضد العدو. يعني أنا أتمنى بالله العلي العظيم، أتمنى أن يقدم على مثل على هذه الحماقة العدو، لأن مؤكدا وسيقدم عليها، لأن رضوان الله عليه سماحة السيد حسن نصر الله يقول الحمد لله الذي جعل عدونا من الحمقى، ربما تدفعه نشوة ما حقق في عمليات غادرة. أقول سيقدم وسوف تظهر لنا وللعالم مدى بركة دماء الشهداء سيما شهيدنا الغالي سيد حسن نصر الله. بالعودة إلى سؤالك أختي العزيزة، هو ماذا بقى للعدو من بنك أهداف؟ هو أولا القتال، قتال مع القوى اللبنانية وجربها مع مع المقاومة اللبنانية وجربها سابقا مع حماس الأخوة في حماس، هي معركة أشباح. يعني لا يتصور أن هناك قوة والحرب تجري وفق الآلية والنظم الكلاسيكية، حرب الجيوش الكلاسيكية التقليدية. لا، هو مزيج ما بين حرب العصابات، حرب الشوارع، تكتيكات أخرى، حرب الأشباح. اليوم نتحدث عن أنفاق، نتحدث عن تكتيكات ترتقي إلى خطط بمستوى ردع استراتيجي. هذا الغرور يعني سيلقى بالعدو إن شاء الله، سيلقي بالعدو إن شاء الله في على نهاية عما قريب. هذا جانب. جانب الآخر، الإجرام الصهيوني والتوحش الصهيوني والقتل الصهيوني الذي حقيقة هو ديدنة، هو ما عنده استراتيجية غير القتل. بالمناسبة هنالك قتل للدفاع وهنالك قتل من يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا المجرم يعني التوحش ديدنة، قتل الإنسان ليس بالمسلم فقط، صحيح، المسيحي وغير المسيحي، الدرزي، الكردي، التركماني، العربي، الأوروبي، هو بنوا سياستهم عقيدتهم على القتل مبنية. يعني هم
يروا بأنفسهم هم الدرجة الأولى، هم سيادة الخلق، حاكمي الخلق، ما خلقت الأرض إلا لهم. فمشروعية فموضوعة القتل هي ديدنهم، يعني من عقيدتهم. صحيح. من سجاياهم هذا الإجرام، استباحة الدم، هذه هي عقيدتهم. أكيد حتى أكمل. نعم. سيدتي الفاضلة، وأطلع بنتيجة وأترك الوقت للضيف الكريم. نعم. ماذا بقى يعني من بين من أهداف نحن جربناها وتابعناها ودققنا فيها في حماس؟ يعني أولا قضية ذريعة مخازن الصواريخ أو مستودعات الأسلحة كذبة كبرى، يشهد الله أنها كذبة كبرى لتبرير أفعاله الإجرامية في إنزال في قتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء، من الأطفال، من الشيوخ، من المرضى. صحيح. من النساء، من المرضى، من 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 كل الملل والنحل. نعم. هذه كذبة، يعني هل من المعقول هذه تجربة نصف قرن لخمسة عقود للمقاومة اللبنانية وتضع صواريخها ومستودعاتها تحت نظر الأعداء أو بالقرب من العملاء؟ هذا جانب. للمنصات الصواريخ أتحداه أن يخرج لنا، والآن يستخدم الطائرات الحديثة، والطائرات الحديثة الآن لا يمكن أن توجه ضرباتها وحتى المسيرة منها، المقاتلة والمسيرة الاستطلاعية، أنه لا يمكن أن تذهب بطلعة ما لم يكن هناك تصوير جوي. أتحدى العدو أن يكون في أي طلعة قد استهدفه منصة صواريخ واحدة. البنج الأهداف صفري لدى العدو. أحسنت أستاذ عباس. أنتقل للعميد بهاء. فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة وألمانيا تخلي سفاراتها في الكيان، ما يعني ذلك؟ يعني أخبار مفرحة تؤكد أن العدو الإسرائيلي يتجرع من نفس الكأس الذي يحاول أن يجرع به الشرفاء. هذا يدل على أن قوة المقاومة استطاعت أن تجعل العدو مستهدفا ومهددا وأن يضرب في عمقه، وبالتالي هذا ما يؤكد أن طوفان الأقصى امتدادا إلى ما نحن عليه في معركتنا. نعم. ضد هذا العدو في الجنوب اللبناني اليوم هو أدخل تحولا استراتيجيا على هذه هذا على هذا الصراع، حيث أن بنود تأسيسه الأساسية الذي بني عليها العدو وهي التفوق العسكري بداية لم يعد موجودا. ليس هناك أي تفوق عسكري للعدو. نعم. في حاليا الطوفان الأقصى ومعركة المقاومة انطلاقا على امتداد المحور ابتداء من إيران حتى. نعم. مع المقاومة العراقية التي تبلي البلاء العظيم والجيد ضد الأهداف العدوة في 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 جنوب الكيان، مع اليمن العزيز الذي يسطر ما يسطر في البحر الأحمر من إنجازات وبطولات، وفي استهدافه لتل أبيب بصواريخ الفرد الصوتية، مع ما تقوم به المقاومة الإسلامية اليوم، مع أن الضربة للمقاومة كانت قاسية لكن على الأكيد هي ليست قاضية، وبالتالي أن العدو اليوم ماذا تقصد ليست قاضية؟ يعني هذه الآن أستاذ بهاء، عميد بهاء، ماذا تعني بأنها ليست قاضية؟ الآن جيش الاحتلال تعليمات لسكان تل أبيب بالبقاء بالقرب من الملاجئ. لا لا، أنا أقصد ليست قاضية لنا للمقاومة. أه. الضربات التي وجهها للمقاومة انطلاقا من استشهاد القاضة وصولا إلى استشهاد الأمين العام رحمه الله لم تكن ضربات قاضية، إنها قاسية، لكن استطاعت المقاومة أن تستوعبها وتعود تستلم زمام المبادرة، وبالتالي ما قامت به البارحة واليوم وما أقدمت عليه من عمل أساسي على الجبهة في على الحد الأمامي من الجبهة، وأنا أؤيد العزيز ضيفنا الكريم. نعم. في وقفه للجبهة والحد الأمامي عن طبيعة الجغرافيا السياسية فيها. نعم. وعن طبيعة الجهوزية الإسرائيلية، الجهوزية العدو الإسرائيلي بفرقه، وحتى أنا أقول أن نقطة ضعف العدو الإسرائيلي
يعني هذه نقطتين مهمتين سأقولهما. نقطة ضعف العدو الإسرائيلي، أولا أنها قواته البرية هي قوات بالأساس ليس لها مكان وليس لها حساب في عقيدته الأمنية والعسكرية، وبالتالي في عام 2006 هزمت، واليوم في غزة على مساحة مسطحة على 365 كيلومتر مربع مع قوة أقل عدديا وأقل قدرة من المقاومة الإسلامية في لبنان، يعني أقصد حماس، والتي أبلت البلاء الحسن وسطرت إنجازات ضد هذا العدو، ضد هذه النقطة التي يعاني منها أساسا. نقطة ضعفه الأساسية قواته البرية، إنه يحاول أن يهرب من هذه النقطة التي تعتبر ثغرة في جيشه الكبير. لكن الأهم، هناك مقاومين موجودين على الجبهة وهم عندهم أهداف. الهدف الأول هو الثأر لأهلهم ولبيوتهم، والهدف الثاني هو الثأر لسماحة الأمين العام حسن نصر الله، وما نداء لبيك يا نصر الله اليوم إلا تأكيدا لذلك، وثالثا هو تنفيذ الخطط الموضوعة أساسا من قبل قيادة المقاومة على رأسها الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله. أحسن، أنتقل لك أستاذ عباس حول ما تفضل به العميد بأن هنالك هذه القوات البرية هي ليست ضمن حسابات الكيان، وهناك ثأر من المقاومة، ثأرا لبيوتهم وثأرا لنصر الله كما قالوا لبيك يا نصر الله. يعني لبيك يا نصر الله من القلب وبالجوارح وبكل المشاعر وبكل العواطف وبكل الأحاسيس. لبيك يا نصر الله قلناها وسنقولها وسنرددها، لبيك نصر الله في الروح، لأن سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه هو في الروح، هو موجود، هو فينا، هو يعني عند عوائلنا حقيقة، لا أبالغ بذلك. يعني يوم الاستشهاد كان يوم حزين يوجع القلب على كل فرد عراقي، على أبنائنا وأولادنا وعوائلنا، يعني لاحظنا على أي حال. موضوعة الجيش، هذا الهش، الجيش المنهزم، هو لا يستطيع، وأؤكد أنه لا يجرؤ على أن يتقدم متر واحد. ثانيا يأتي ذلك من باب الحرب النفسية، جانب، وجانب آخر الكيان الصهيوني يعني مجبر على أن يتخذ هذه الخطوة. لماذا؟ وأرجو أن يكون كلامي عندما اسمع السيد العميد الضيف الكريم، مجبر، لأنه إذا ذهبنا إلى عملية البقاء الحال على ما هو عليه الآن، يعني قضية الاستهدافات عن بعد وتوسعة حدود النار أو حدود الاستهداف أو توسعة نطاق النار وحزمة النار ضمن العمليات الجارية الآن، أعتقد أنه الخاسر هو الكيان الصهيوني. أولا أن الحرب ستطول وهو ليس قادر على ذلك، ثانيا أنه الضرر سيكون أكثر بلحاظ الحصار وبلحاظ النازحين وبلحاظ متطلبات السكان. يعني بالتدريج الآن نلاحظ المقاومة تصعد من شمال الجليل صعودا إلى صفد وطبرية، بحيرة طبرية، باتجاه قلب الكيان، وحتى من الغرب باتجاه مركز القلب. فهذا مكلف يراهن على عامل، نحن من نراهن على عامل الوقت، الوقت هنا لصالح المقاومة، المحور المقاومة وبالخصوص المقاومة اللبنانية. هذا جانب، إذن هو مضطر يروح بريا. ثانيا الخسارة وين؟ إذا إجا بري وحاول، الأخوة شباب حزب الله مستعدين، ثلاثة يخسر سياسيا، لأن قرار 17,001 أنه إذا ما قام بأي طرف بعدوان أو زحف سيكون يعني تحت أنه منتهي الصلاحية. هذا الاتفاق، اتفاق 17,001، فهو خلي يجي راح يخسر بالأمم المتحدة سياسيا وعسكريا، راح يخسر. هو في مأزق، هو في ورطة. إذا ذهب باتجاه الاعتماد على الضربات وتوسعة أحزمة النار
واللعب على عامل الوقت هو الخاسر الأكثر والأكبر. نعم. أما إذا إجى باتجاه الخيار البري فأعتقد هو أيضا خاسر سياسيا، يخسر سياسيا قبل أن يخسر عسكريا، مع حتمية ويقيننا بأن الخسارة ستكون مضاعفة. لماذا مضاعفة؟ لأن الشباب أعدوا العدة لأسر أكبر عدد ممكن من عناصره. نعم أكيد أستاذ عباس. المعركة خلي يوضح لنا العميد بهاء التحركات. يعني إحنا لو تعطين مجال سيدتي الفاضلة، لو تعطين شوية فضل. مجال إحنا نفتح الباب وتحاولين على أو كل ما يفتح الباب الضيف تحاولين الموضوع عليه. يلا إحنا فضل. كل منا لديه فكرة معينة. لضيق الوقت حابة أن أستفاد من خبرات. لا تفضل على راحتك على راحتك على راحتك. نعم. تفضل وجه السؤال للضيف. خلي نوجه السؤال. أنت تفضلت بتحركات المقاومة اللي هي كانت من الشمال ومناطق مختلفة من الكيان، بالعكس أيضا في النهر الليطاني على حدود النهر الليطاني بعلبق والبقاع وغيرها أيضا تحركات. عميد بهاء، كيف تفسر تحركات المقاومة وتحركات الكيان بالصواريخ وبالاستهداف الجوي من قبل الكيان؟ لا شك أن المقاومة تدرجت في استعمال قوتها، وهذا الموضوع مرتبط بخطة النيران المتبعة والتي كانت ترتبط بضرب العمق الصهيوني. نعم. عبر التدرج في استعمال العمق وبالتالي في استعمال نوع الأسلحة. نرى أنهم في البداية استطاعوا أن يرموا ويتجاوزوا خط نهارية، ومن ثم تجاوزوا خط عكا، ومن ثم تجاوزوا خط حيفا، واليوم وصلنا إلى تل أبيب. ماذا يعني ذلك عميد بهاء؟ هذه التجاوزات. نعم. ماذا تعني؟ هذه التجاوزات مثل ما تفضلت ماذا تعني للمقاومة؟ أنا أعني صواريخ المقاومة تصل إلى هذا الحدود وتتخطى هذه الحدود. وصلت صواريخ المقاومة إلى تل أبيب، وكانت مسبقاً قبل استشهاد سماحة السيد قد وصلت إلى مرج بن عامر على 120 كيلومتر، اليوم وصلت إلى حدود بين 180 و200 كيلومتر، وصل صاروخ نور وصاروخ فادي 4 اليوم إلى استهداف 8200 ومقر الموساد قاعدة جاليلوت، يعني ضاحية تل أبيب. أنا وأربع صواريخ أو 10 صواريخ وصلوا واستهدفوا دون أي اعتراض، قدرة على اعتراضهم تل أبيب مباشرة. أنا أعتبر تحرك المقاومة في مقابل تحركات العدو هو يدل على ضرب المقاومة لعمق الكيان الصهيوني، لعمق الإمدادات وخطوط المواصلات التي توجعه، وهنا انطلاقا من ما فرضه طوفان الأقصى، والذي هو عدم قدرة الكيان منذ طوفان الأقصى على تأمين الأمن لمجتمعه الذي كان يتغنى به. صحيح. وهذا ما جعله يفقد اليقين المسبق في أي معركة يريد أن ينطلق بها أن ينتصر بها. لذلك اليوم نرى العدو الإسرائيلي يحاول بشتى الوسائل أن يتحاشى المعركة البرية. وكما قال سيد عباس عزيزنا وضيفكم الكريم الذي أحترم ما قاله، وأنا الحقيقة معجب جدا بما باستراتيجية كلامه. نعم. وكما قال أن هذا العدو متورط، وهو حاليا محشور جدا، لديه خيارين لا ثالث لهما. الأول أن يذهب باتجاه المعركة البرية، وهنا سيلقى ما سيلقاه من الخطط المحضرة ومن القدرة للمقاومة على المناورة في شتى الأمكنة على الجبهة اللبنانية وبعمق الجبهة، حيث الميزة الأولى هي المعركة الصفرية انطلاقا من التي هي لن تشبه معركة الصفرية التي كانت في غزة. هنا المعركة الصفرية هي انطلاقا من 0 كيلومتر إلى 8 كيلومتر، حيث صواريخ الكورنت وحيث صواريخ الدبل كورنت والتي هي ثار الله، هنا ستكون المعركة الكبرى، هنا ستكون مجزرة الدبابات. والمشاة الذين من المؤكد سيكون هناك أسرى في حال تورطوا ودخلوا هذا المستنقع. بالضبط. أخيرا أقول
وأرجو أن تسمحوا لي أن أترك تفضل. بعد هذه المداخلة لسبب اضطراري. أقول أن المقاومة ما نعرف عنها نقوله، ونعرف أسلحتها التي تدرجت في استعمالها، ونعرف ما أصابها وأصابنا من ألم وحزن، وهذه فرصة تجرعناها هي، لكنها حولناها إلى فرصة من أجل الفوز. لكن هناك شيء لا نعرفه، لا ندعي أننا نعلمه، لكن المقاومة تستند إلى مخزون من السلاح الاستراتيجي، والذي هو لم يمس، وهو الذي سيكون أساساً في كسر هذا التوازن إلى الوصول إلى استلام زمام المبادرة والقيام بالمبادرة باتجاه فرض النصر بإذن الله. أحسنت أستاذ أو عميد بهاء. أستاذ عباس لك المساحة الآن، تفضل. العميد قال بأنه هي ضربة عمق للكيان، وأيضا هو لا يبالي أصلا الكيان بهذا الدخول البري، وهناك تأثير سيكون. نظرتكم أنتم شو تقول؟ يعني بالبداية لابد من هذه المقدمة اللي أحاول بها توضيح أو فك الاشتباك بين الحديث حتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع. اليوم عندما أدخل الكيان الصهيوني كل المستوطنين بالأنذار، يعني يبدو أنه سيلجأ إلى سياسة تختلف أو استراتيجية تختلف عما بداه من قتل وتوحش. وأرجو أن يسجلوها عليه، والسيد العميد يسجلها عليه. يعني راح تشوف أكو تغيير كامل 180 درجة بالنهج. هذا الأحمق النتن تورط في الأمم المتحدة وقال ورفع خارطتين، قال أنا شو أدمر الشرق الأوسط وأقوم بعملية التغيير. فمع ما أبدأ من آلية وإجرام في كل من غزة ولبنان، حقيقة أثار حفيظة الجميع العدو والصديق، سواء له أو لمحور المقاومة. يعني كشف عن وجهه الحقيقي، انصدم بصمود المقاومة. عمل هو أمريكا على فصل وحدة الساحات لم يستطيعوا. قدمنا أكبر التضحيات، وأعتقد أننا مهما قدمنا عشرات آلاف التضحيات لن ولم ترتقي إلى النفس الزكية والروح الطاهرة لسماح السيد المقاومة. أحسن. ولن ننكسر، ولن ننهزم، ولن نتهاون، ولن نتراجع. أحسن. بقينا على مبدأ وحدة الساحات. أحسن. إذن هنا عاد حسابات العدو. حاول أن يستفز قوى المقاومة ويقوم بمناورة، يعني في حساباته نصحه الأمريكي وغير الأمريكي. قالوا له أنت تحفر أو ترسم حتفك بيدك، تحفر قبرك بيدك، إياك والتقدم البري. فالآن أصبح أمام مواجهة، أصبح أمام استحقاق، وهو الضريبة والرسم والرد والثأر. فعلى مستوى أنه يعني وقع بين إشكالين، لا يستطيع الرد على الرد، لأنه سبق وأن قال أنا سأدمر الشرق الأوسط وأعيد تركيب خارطته وتركيبته. هذا إذن هو أصبح محدود الرد بما ألزم نفسه به. ثانيا أنه حجم الرد الثأري سيكون مضاعف، يعني من العيار الثقيل، لا تفي، يعني نار 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 حامية، سيتلقى الضربات من حيث لا يشعر. يراهن على من؟ يراهن على البنتاغون والولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت اليوم أنها ستدعم الكيان. نعم، نحن نعلم أن من يخطط ويدير وينفذ، بل ومن يضرب، وكثير من الضربات اللي نفذتها في حماس، العفو، في غزة أو في لبنان، هي قوات أمريكية، طيران أمريكي. صحيح. لأن إذا حسبنا عدد الطلعات، سيادة العميد يدري يعرف. نعم. عدد الطلعات اللي توصل 1400 طلعة، يعني خلينا نقول تقسيم 2700 طائرة، منين لها 35 F-35 بهذا العدد؟ وين اكو قواعد جوية؟ نعم. عد العدو تستوعب هذا العدد. صحيح. من الطلعات ومن الطائرات، ومنين الطيارين بهالعدد اللي يطلعون هاي الطلعات؟ حتى ولو 300، حتى ولو 250 على مستوى F-35 اتحدث. نعم. هذا جانب. الجانب الثاني
إن اشتركت الولايات المتحدة الأمريكية مشتركة طبعا وأكد ذلك، وأماطت اللثام عن حالة النفاق والإزدواجية التي تمارسها وظهرت للعلن، وهي أرسلت بالمناسبة الآن قوات تعزيز إلى غرب آسيا بين مزدوجين الشرق الأوسط، وطبعا يقينا أنهم أسرى أما قتلى أو أسرى سوف تتورط. فلن يقف محور المقاومة مكتوف الأيدي في هذه الحالة. طيب بحيث ستصبح بحيث ستصبح جميع مصالح وقواعد العدو الصهيوني الأمريكي في الشرق الأوسط وليس في المنطقة، يعني بمعنى تنتقل الساحة المعركة من الساحتين والميدانين المعروفين غزة ولبنان إلى المنطقة، وبذلك تنزلق إلى حرب شاملة. يعني أصبحت شاملة فتح حرب أقليمية تتهدد فيها المصالح، يستخدم فيها محور المقاومة، وهذا كلام خطير ومهم جدا، وأصحاب المهنة والمتابعين يعون ويدركون ما أتحدث به. سوف تصبح كل المصالح الأمريكية مهددة في الشرق الأوسط، وبالتالي ردة الفعل الأمريكية ستكون عنيفة قوية سنواجهها كمحور مقاومة باستخدام جميع الأوراق الضاغطة السياسية والأمنية والعسكرية، وحتى بما فيها العمليات النوعية. إذن نحن نفتح الباب أمام خيار الحرب العالمية الثالثة، وهذا ما يريده. نعم أستاذ عباس، أدركنا الوقت. عباس الزيدي من بغداد شكرا لك. لكن بودي التعليق من السيد العميد على الكلام. غادرنا العميد بهاء حلال خبير عسكري من بيروت، أيضا جزيل الشكر لكم لانضمامكم في هذه التغطية. ختاما تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.